فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شاب وكان لي صديق قريب مني واتهمني بالسرقة ظلما وخاصمته لمدة سنتين ثم مات، يقول: ما الواجب علي الآن؟ الواجب عليك إن كان عندك له شيء أن تؤديه إلى ورثته، وإن كان ما عندك له شيء الواجب عليك مسامحته. إن كان ظلمك في الدعوة ولا عندك شيء، الواجب عليك أو الذي يستحب لك مسامحته والعفو عنه. نعم.